قاد كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي فريقه نحو التحليق عاليا سواء محليا أو عربيا أو قارية بعدما حقق اللقب 19 له مع الشياطين الحمر. وتمكن حمدي الصافي من استغلال كل أوراقه الرابحة في نهائي بطولة كأس مصر وحقق فوزا صعبا على نظيره الصيد بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية استمتع بها متابعو اللعبة وجماهير القلعة الحمراء. واستطاع الصافي تحقيق 7 ألقاب للدوري الممتاز و6 ألقاب لكأس مصر و4 ألقاب للبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري ولقبين للبطولة العربية، ودون اسمه بأحرف من نور في سجل المديرين الفنيين الذين قادوا سيدات الطائرة للتتويج بالبطولات الواحدة تلو الأخرى، وعلى رأسهم الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الحالي بالنادي الأهلي، وتلاه مجموعة كبيرة من المدربين المميزين مثل ممدوح إسماعيل ونور عطية وصولا لحمدي الصافي والذي أبهر الجميع مدربا مثلما كان لاعبا مميزا تغنت به كثيرا الجماهير الحمراء في المدرجات. ويسعى الصافي لكتابة المزيد والمزيد من الأسطر في كتب التاريخ عن طريق التتويج بقادم البطولات، حيث إنه يمتلك فريقا مدججا بالنجمات إضافة إلى تصعيده للعديد من اللاعبات الناشئات واللاتي ينتظرهن مستقبل مبهر مع فتيات الذهب.